الكسبان ليا. سيبوني مرة أكسب، أنتوا أشطر مني في اللعبة دي. ماشي يا ستي، هسيبك تكسبي. أنا أصلاً مش في المود النهاردة. ليه مش في المود النهاردة؟ عندي مشاكل في الشغل. وديتي البنت للدكتور؟ وديتها تعمل العملية، بس دي طلعت موضوع كبير قوي. إيه ده؟ اتحركي. يبقى ما ركبتش الصيني بقى وعملت العملية بجد. هو ده كمان في صيني؟ طبعا يا بنتي، الصيني ده بقى بتركبه بنفسها، عبارة عن فطر بيكون غشاء البكرة من تلقاء نفسه. ايه القرف ده؟ بجد مقرفين مقرفين. انا اقرف، انا مش دكتورة. انت دكتورة تقرفي ليه؟ عارفة اني دكتورة، بس ده شيء مقزز. طب انا عندي مشكلة. واحنا في المستشفى البنت سألتني سؤال هنكت، معرفتش اجاوب. قالت لي ايه بقى يا بنتي يا سارة؟ ايه؟ قالت لي هو ليه الراجل لما بيجي يا بنتي مش بتكلم انا في موضوع مهم. الله ما تتكلمي. قالت لي هو ليه الراجل لما بيكتشف قبل الجواز ان مراته كان عندها علاقات او تجارب يطلقها ويفضحها واهلها يعايروها؟ ولو اكتشفنا اي حاجه على الراجل قبل الجواز عادي. لا والانقح بقى لو العريس راح لحماه وقال له يا عمي انا كان ليا تجارب قبل الجواز، هيرد عليه ويقول له عادي يا ابني، ما انت راجل، المهم بعد الجواز ما تلعبش بريلك. حالتين مقرفين، الحالتين اسمهم زنا على فكره. على فكره يا جماعه، انا اكتشفت ان احنا اتربينا على حاجه غلط ولحد دلوقتي ما نعرفش انها غلط. عشان احنا عايشين في مجتمع ذكوري متخلف بيفكر غلط. زي ما قلت لك امبارح، البنت اللي تغلط تروح تقول للي هتتجوزه انا غلطت وخلاص، وما تبنيش حياتها على كذب. ده على اساس الاخت جايه من فيينا ولا منين يعني؟ مين الراجل اللي هيستوعب منك الكلام ده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ خلاص يبقى اشربوا بقى واشربوا اللي هيحصل لكم وخدوا بالجزمه عشان انتوا رخاص. انت قللت الادب على فكره. ايه يما ده؟ هي خناقه؟ بالراحه شويه علينا. انا اللي افهمه ان في حاجه صح وفي حاجه اسمها غلط، وفي مجتمع لازم نحترم تقاليده. الله. مجتمع ايه؟ مجتمع ايه اللي بيحكم على حاجه واحده بمستوى مختلف لمجرد ان ده راجل ودي ست؟ إيه مش فاهمه الاخت، ما تسمعش حاجه اسمها شرف ولا ايه؟ يعني ايه؟ هو الراجل ما عندوش شرف زينا ولو ضاع منه يتكسر ويتوكس؟ لا دي غيبوبه بقى، دي راحت منها على الاخر، هتعب من هنا. يا نهار اسود يا نهار اسود، ما عندوش شرف زينا؟ اشمعنى؟ لا وشرفنا احنا زي عود الكبريت. كبريت مين يا اختي؟ ما خلاص بقى زي الولاعه بعد التشاينيز بتاعك. طيب انا امجد اخويا بيعرف ستات كتير جدا، وبابا عارف الكلام ده، بس تخيلوا بقى لو انا في الموقف ده وبابا عارف ان انا ليا علاقه بحد، طبعا اول حاجه تقريبا هكون مذبوحه. حتى الاهل؟ ايوه مش بقول لك مجتمع ذكوري متخلف، بس حلوه يا بنتي هدي الموضوع ان الرجاله ما عندهمش شرف. الرجاله كلهم ما عندهمش شرف الا احنا. حكي جاتك ميله. بوظتوا كل معلوماتي عن الطب على فكره. القعده معاكوا تضيع المستقبل. العب يا بنتي، انا بلعب لوحدي ولا ايه؟ بلعب عايز اكسب، بلعب غلط.